انتشال 6 جثث لرهائنة من نفق في قطاع غزة، هذا الحدث كم سيجايره نتنياهو لصالحه ويتخذه كذريعة لإطالة أمد الحرب؟ نعم، هو يريد نتنياهو أن يبرهن أن الخيار العسكري والضغط العسكري والقوة العسكرية الصعبة هي التي تخرج الرهائن. أعتقد أن نتنياهو دائما يستخدم هذه الذريعة لإطالة الحرب على أرض قطاع غزة وكسب الوقت حتى يتم تنفيذ مهامه في أرض قطاع غزة. في أرض قطاع غزة لديه أكثر من مهام، وهو إعادة احتلال من جديد بشكله المباشر والغير مباشر لأرض قطاع غزة، وإعادة تموضع أمني وعسكري لإيجاد قواعد عسكرية في أرض قطاع غزة، تحديدا في محور فيلادلفيا. نتنياهو غير معني بالخروج من محور فيلادلفيا، ودائما يشير أن هذا المحور كأنه أصول استراتيجية وأمنية وعسكرية بالنسبة لإسرائيل، ويجب إعادة الاحتلال وفرض الأمر الواقع وفرض الحكم العسكري حتى يتسنى عدم إعادة عملية طوفان الأقصى كما حدث في 7 أكتوبر. هذا ما يتذرع به نتنياهو. نتنياهو يشير أن يجب القضاء على حركة حماس ولن يتم التخلي عن هذا الهدف، ويريد إخراج الرهائن عن طريق الخيار العسكري أو الخيار الحربي. نتنياهو هدفه الأساسي فقط لإنقاذ وقعه الشخصي، يعلم تماما أن ترسيخ أي وقع هدنة أو مفاوضات هذا يتأتى إلى انتهاء حكمه السياسي والوصول إلى انتخابات مبكرة، ويعلم تماما أنه سوف يسقط في أي انتخابات مبكرة إذا لم يحقق النصر المطلق الذي يريد أن يحققه نتنياهو. خروج 6 من الرهائن صحيح قد ينجز نوعا ما بعض الإنجازات، لكن في الداخل الإسرائيلي أصبح هناك انتقادات واسعة وهل لخيار يعد نتنياهو. أصبحت إنجازا يا سيدة تمارا؟ قد تراه الحكومة إنجاز، لكن الشارع الإسرائيلي هل يرى إعادة الرهائن جثث هامدة، سيما أن المتحدث باسم الجيش قال إن الجثث أو إن الرهائن كانوا قد قتلوا بوقت قصير، وهذه ليست أول مرة يعاد رهائن كجثث هامدة، هل يعد إنجاز في الداخل الإسرائيلي والشارع الإسرائيلي سيما ذوي المحتجزين؟ سؤال مهم جدا. أولا، هذا بالنسبة للشارع الإسرائيلي ليس إنجازا سياسيا وليس إنجازا أمنيا، بالعكس هناك أصبح انتقادات في الداخل الإسرائيلي تحديدا من أهالي المحتجزين الإسرائيليين، وباتوا اليوم ينظمون مسيرات موسعة ومكثفة حتى يتم إرسال رسالة أن نتنياهو يدير الحرب بشكل خاطئ، وأن عملية الخيار العسكري ليس خيارا جيدا من أجل إخراج الرهائن. هم يخرجون رهائنهم ميتون مقتولون، وهذا بسبب تعنت نتنياهو وتحدي نتنياهو لإطالة الحرب. ناهيك أن هناك انقسامات داخلية بين نتنياهو وبين وزير الجيش الصهيوني تمثلا بجالنت. جالنت يريد أن يرسخ صفقة من أجل إخراج البقية من الرهائن أن يكونوا أحياء، وأيضا اختلافه بين فيما يتعلق إخراج القوات من محور فيلادلفيا على الأقل فترة الهدنة، بالإضافة إلى إيجاد إدارة فلسطينية أو إدارة عربية في أرض قطاع غزة. هذا مع عكس رؤية نتنياهو. نتنياهو ما زال حتى هذه اللحظة مصمم لتحقيق أهدافه الشخصية والسياسية، وأيضا بما يتعلق الواقع يعني وصول إلى إطالة الحرب على أرض قطاع غزة حتى يصل الجمهوريون، بمعنى يعني ينتظر المعركة الانتخابية الأمريكية. هو يعلم تماما أن معركة قطاع غزة هي تؤثر على سياقات المعركة الانتخابية الأمريكية، فأعتقد أن هناك انتقادات في الداخل الإسرائيلي. أصبح هناك المعارضين 100 من رجال الأعمال الإسرائيليون باتوا يطالبون بهدنة أو صفقة، وباتوا يطالبون أيضا إخراج الرهائن، ولكن أن يكونوا أحياء من داخل أرض قطاع غزة. فأعتقد أن المستقبل سوف يشهد مسيرات إضافية للمطالبة بالصفقة أو المفاوضات.